أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآله. أشهد أن عليا ولي الله. ولي ونعم الولي. سلام الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله. حجج ونعم الحجج. سلام الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الإيمان، لا سيما شيعة أمير المؤمنين رحمه الله، من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم، صدق الله العلي العظيم. مرت علينا هذه الأيام الماضية أيام حزن وأيام عزاء وأيام حضور في مجالس سيد الشهداء، ومن بعده أيام الحزن وهي أيام السبي، سبي عائلة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك وفيات بعض أئمتنا واستشهاد رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية خاتم الأنبياء والمرسلين الرسول محمد صلى الله عليه وآله. مرت هذه الأشهر خلال 60 يوم، وما بعدها أيضا هناك أيام حزن، وكأنما هذه مع شهر رمضان أيام صقل وأيام دورة يريدها الله سبحانه وتعالى منا لكي نلتصق بالعقيدة ونلتصق بالدين ونلتصق بالشعائر. هذه الأيام المفروض أنه الإنسان لا يمر بها مرور الكرام، بل أن يأخذ منها، لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة عليهم السلام عندما حثونا على الحضور وحثونا على إقامة هذه الشعائر، فإنما أرادوا منا الالتصاق بالعقيدة والالتصاق بالدين والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذه الدروس التي تتيحها هذه المائدة. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان ينصب مأتم عزاء على الإمام الحسين، والإمام الحسين ما زال طفلا، فإنما يريد أن يشرع لنا، فإنما يريد أن يلفت نظرنا إلى هذه القضية، ويقول القرآن: لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أيضا يشيرون ويحثون على هذه القضية حتى الإنسان يلتفت إليها ولا يخرج منها فارغ اليدين. الإمام الصادق عليه السلام عندما يشير إلى أصحابه، تقول الرواية هكذا بما معناه أنه الإمام كان جالس معهم في الغرفة في بيته، مجموعة من الشيعة الخلص المخلصين، لما خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى خارج الغرفة في حاجة، ثم بعد ذلك عاد. الرواية هكذا تقول أنه الإمام وضع يده على عضادة الباب أو على الحائط، يعني ينظر إليهم، يطيل النظر إليهم. الإنسان المفروض أيضاً يستحضر هذه القضية، لو كان الإمام حاضر وأنت موجود في هذا المجلس، ولا شك أنه الإنسان الذي يحضر في مجالس أهل البيت هو موضع نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إحنا عندنا في الرواية أن الأرض كالدرهم في يد أحدكم يقلبها الإمام كيف شاء، يعني أنت أعمالك كلها موجودة وين؟ أمام ناظر الإمام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إحنا كل أعمالنا وين صايرة؟ أمام الإمام. بعد أكثر من هذه، إنه الرواية هكذا تقول أنه تعرض أعمالنا
في الأسبوع مرتين على الإمام صلوات الله وسلامه، الاثنين وليلة الجمعة. فبالتالي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق، ينظر إلى أصحابه. الإمام يعرف أنه ايش راح يسألهم ويعرف شنو جوابهم، ها؟ يقول لهم أن إيهن والله إني لأحب ريحكم واجتماعكم. لأن يعني عادة هذا الاجتماع وهذا الريح لمن يجتمعون هم؟ وهو في رواية أخرى يقول أتجلسون وتتحدثون، يعني الإمام سلام الله عليه في ذلك العصر في ذلك الزمان، ومرت علينا أزمنة شفناها نظر العين أنه هذه المجالس كانت موضوع شنو؟ موضوع سخط من الظالمين، موضع تجريم من الظالمين، موضع شنو؟ أنه يترتبون عليها أشياء كثيرة الظلمة، بحيث أنه الإنسان الذي يحضر هذه المجالس يكون مراقبا مثلا أو يكون ملاحقا. وقضية زيارة الأربعين معروفة قضيته. الإمام سلام الله عليه قال أتجلسون وتتحدثون؟ قالوا نعم يا ابن رسول الله. قال احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا، يعني يحثون على هذه المجالس. بالتالي انه لما يحث المعصوم على مجلس عزاء او مجلس ذكر او مجلس اجتماع، هذا معناه انه هناك استفاده من هذه المجالس. فلا ينبغي للانسان أن يخرج منها دون أن يستفيد ذخيرة لدينه، ذخيرة لعقيدته، ذخيرة لروحه. يعني كثير من الناس أنه غير ملتفتين إلى هذه القضية، والله أنا أتي لكي أبكي لدمعة، لكن هذه الدمعة تحت أي عنوان؟ هذا الحضور تحت أي عنوان؟ هذا المشي من البيت إلى الحسينية أو إلى المسجد تحت أي عنوان نضعه؟ المفروض أنه كل في سبيل الله، إن نسكي ومماتي ومحياي لله رب العالمين. يعني الإنسان كون لما يأتي إلى هذا المجلس كون يستفيد أمور. اليوم إحنا مثلا في محرم نذكر هذه الصفات في سيرة أهل البيت، في سيرة العظماء، في سيرة الشهداء، أنه الشهداء شنو كان صفتهم؟ هؤلاء المضحين كل شيء صفتهم. المفروض نقتبس من هذه الصفات، نتأسى بهم. احنا ليش نقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم؟ ليش أنه طبتم وليش طابت الأرض التي فيها دفنتم؟ لأن حلت بها أجساد ونفوس وأرواح تحمل هذه القيم الإنسانية الكبيرة العظيمة. فالمفروض الإنسان شنو؟ يتأسى بهم. وإلا أنا أقول بأبي أنتم وأم، أنا شنو قيمتي إذا أنا منحرف عنهم؟ أنا شنو قيمتي إذا ما استفيد من عتهم؟ أنا شنو قيمتي إذا ما ألتفت إلى عظمة هذه المجالس وأطلع بذخيرة؟ تمر أنه أيام محرم أيام صفر وأنا أطلع شنو؟ خال الفوفاض، صفر اليدين من القيم الروحانية، من القيم التي شنو تجعل من الإنسان إنسانا يعيش الكرامة، يعيش العنفوان. وإلا أنه ما نتعلم شيء. الإمام سلام الله عليه شو يريدنا؟ يريدنا أنه مثل النساء نبكي وننتحب دون هالشكل؟ يعني يريد يستدر الدمعة إن هذه الدمعة لها عنوان عند الإمام. هذا البكاء وهذا المجلس وهذا الحضور عند عنوان، هذا تسجيل حضور. وإلا شوف انظر إلى أنه الأشياء المفروض الإنسان يخرج من عنده. يعني تمر اليوم بقضية يوم السابع من أبي الفضل العباس، ها؟ مو يوم السابع الاستشهاد، هو طبعا استشهد يوم العاشر، لكن باعتبار أنه حتى يبرز أو تبرز هذه القيمة التي قاتلت من أجل العقيدة. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد تالله. ما هذا فعال؟ وين ربط؟ ما قال أخوة. الأخوة إلها قيمة نعم، لكن قال عقيدة، قال هذا إمامي، ها؟
هذا المفروض أنا كل كياني وين مرتبط به. فأول قضية أنه الإنسان يستفيدها من مجالس يوم السابع أنه يستنطق أنه قضية الإمام العباس عليه السلام، شنو صفاته؟ شنو اللي خلاه يكون باب وباب؟ يا له من باب من أبواب الحسين، من أبواب شنو حجة الله على الأرض. شنو اللي خلاه؟ أمور كثيرة، واحدة منها أنه لا يرى لنفسه شنو أثر، ماكو أثر لنفسه، أثر كله وين؟ من دكب الإمام الحسين. أنا البارحة وقت البارحة كنت أقرأ أطالع في قضية السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان الذي يسعى إلى الله سبحانه وتعالى أول قضية أنه إذا ترقى في المسير في السلوك أنه يستوحش من الناس. وين يعني شنو يصير؟ عزلة، لكن مو عزلة من هذه الانطوائية أو العزلة الكآبية أو العزلة التي ليس فيها ثمر، لا. يقول هذه أنه يستوحش من الناس، بعد ذلك يقول إذا ترقى في قضيته وين يصير؟ ها؟ ويظهر هو نفسه، يقول يستوحش من نفسه. تصير وين القضية تصير؟ أنه حتى نفسه ما يجالسها بعد ذكرى ما يصير، شنو يصير القضية هنا؟ يندك هذا الوجود في الله سبحانه وتعالى. يظل عنده شنو؟ فقط لا يرى لنفسه شيء ولا أثر، وإحنا عندنا هذه في الرواية، إذا تريد الله سبحانه وتعالى يعني حق الإرادة، مو هذا اللي إحنا شنو؟ والله إذا نجينا من النار ورحنا للجنة هذه نعمة، لا لا، أكو ناس أكو ذوات أكو نفوس شي يريدون؟ يريدون الله سبحانه وتعالى. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأهتمت العيان لكي أراك، أنت المقصود أنت المطلوب. الإمام علي سلام الله عليه يقول قوم عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وقوم عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلا للعبادة فعبدوه فتلك عبادة الأحرار. هاي وين يحتاج إلى شنو ترق؟ فالإمام العباس عليه السلام اللي نستفيده من درسه ومن هذه المجالس اللي ماضية المفروض ما نمر بها الشكل، وحتى في الحد الأدنى أخوتنا شلون تكون؟ مثلا أخوة إيمانية، أنت تعرف أنه لما نمر بأنصار الحسين سلام الله عليهم أنه كل، وهكذا المفروض تكون المؤمنين، مو مؤمن يعارق المؤمن، مو مؤمن يحسد مؤمن، مو مؤمن شنو يسخط على مؤمن، مو مؤمن يقتل مؤمن، مو مؤمن يسرق مؤمن، هذه مو صفات المؤمنين. وانت عنوانك كبير أنه الآن استفيد من أصحاب الحسين عليه السلام قضية الإيثار، كل يحمل آخر من كيد عدو، كل يتقدم على الآخر ليفديه بنفسه، كل يوصل آخر بالخير. لما تمر بمسلم بن عوسجة، مسلم بن عوسجة يقول للحبيب بن مظاهر، حبيبي يقول له إني لو لم أعلم أني في الأثر ها لأحببت أن توصيني بما أهمك، توصيني شنو الهم اللي عندك؟ شنو الدين اللي عندك؟ شنو القضايا اللي عندك تعطيني اياها؟ ها؟ شو يقول للمسلم؟ يقول له لا أنا عندي وصيه واحده. شنو؟ قال لا اوصيك بهذا الغريب ان تقاتل دونه. ما اوصيك لا بالديار ولا بالبيت ولا بالش اسمه ولا بالعيال، انا اوصيك بالعقيده. هكذا يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. فنستفيد من مجلس أنصار الحسين سلام الله عليهم هذه الصفات الكبيرة العظيمة. واحد يقول أنه أصحاب الحسين كانوا يجمعون ثلاثة أشياء في مسيرهم إلى الشهادة، ثلاث أشياء. أول شيء هو الحضور في بين يدي الحسين، أول قضية هي يتقدمونها هي قضية النصرة، وهذا احنا ريدنا الله سبحانه وتعالى يريدنا حاضرين لما نكون نحضر هذه المجالس وناخذ من شعلتها، ناخذ من ضيائها، ناخذ من قضاياها، المفروض نكون مستعدين للبذل. ها؟ مو اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا. هاي طبعا شو وقت نقولها؟ احنا نقولها لما توصل القضيه الى محاك، الى شنو؟ لكن المفروض الانسان شنو يكون؟ يكون دائما وابدا يعني مستعد للتضحيه. يلفت النظر واحد من
الفقراء كانوا يستعطون الناس. والله اكو نفوس يعني يقول لا تحقرن احدا من الخلق. عندك واحد شوفت عائله بعين صغيره، ايش منو هذا؟ شنو قضيته؟ وهذه يقول ما تدري لعله ولي من اولياء الله وانت ما تدري. ما تحقر احد، شوف هيئته ما عجبتك، شوف ملابسه ما عجبتك، شوف حكيه ما عجبك، شوف واذا به شلا، هذا الى اثر عند الله سبحانه وتعالى. يقول هذا اجى يستعطي، اجى القصاب. وش سالفه بيها شاهد؟ اجى القصاب قال اعطني. القصاب شويه ما اخذته هاي الفليسات زياده وحيل موجود وصحه موجوده واقبال من الدنيا فنسى. ها؟ يقول قال انه ما تستحق شو اسمه؟ ما تستحي تستعطي الله شي يصير يعني انت قاعد. قال الفقير قال له طيب انت بهذا الحكي اللي جاي تحكي لي اياه انه شو تقول للملك الموت اذا جاك بهالساعه هذه بهاللحظه هذه وانت شنو؟ اما السائله فلا تنه. قال له خليني من عندي، انت شو تقول للملك ملك الموت؟ القصاب يقول انت شو تقول للملك الموت اذا قال لك ما تستحي وانت قاعد تستعطي؟ قال له اقول للملك ملك الموت تريد تاخذ روحي؟ هذا يقول عده شيس من الاغراض، حط شيس تحت راسه يقول واذا بهذا الرجل مات. شاف قضيه التسليم؟ احنا وين عندنا هذه القضيه؟ متجهين الى الله سبحانه وتعالى؟ نستفيد من هذه الدروس لو نطلع شنو؟ نطلع عاده والله ما اعرف انه المفروض لا تتغير الحاله، والله اشوف في بعض المجالس الربانيه اللي موجوده ان شاء الله كلكم من هذه الوجوه. شوف هذا الرجل يعني بدون نعي بدون قراءه مصيبه بس يقول الحسين، بس يقول قضيه اخوه، بس يقول قضيه وفاء، بس يقول قضيه عطش. شوف بعض الشباب يعني حتى مو كبار والله، بعض الشباب شوف دموعهم تسبق وشوف كل كيانه يهتز بالبكاء. أنا شاهدت هذه القضية عندنا. ليش هؤلاء شباب شوف بعتهم بريعان الشباب وإذا شوفهم لامت، ذول تأثروا بهذه القضية، يعني قلوبهم تفاعلت، أخذوا من هذه المجالس ذخيرة لم يخرجوا منها، قوت عقائدهم وقلوبهم نحو الحسين، إن شاء الله نكمل بعد هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخ رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
يا مولاي يا صاحب الزمان، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى وبالخير وبالحث عليه، وبهذه المجالس وبهذه المناسبات بأن نحضر إليها بقلوبنا، بعقائدنا، بتوجهنا، باستحضارنا، لكي نتزود منها، لكي نأخذ منها، لأننا عادة محتاجون إلى هذه الفيوضات التي من خلالها نستطيع أن نطل على أولياء الله، على رسل الله صلى الله عليه وآله. مجالس الحسين، مجالس وفيات استشهاد أهل البيت سلام الله عليهم، مجالس فيها مدرسة مفتوحة للتعلم، الإنسان يأخذ منها علما. يعني عندما يحضر الولد، عندما تحضر البنت، عندما يحضر الرجل، يستفيدون أنه لطيفة من هنا ولطيفة من هناك، درس من هنا ودرس من هناك، أنه المرأة ماذا كانت تعمل مع الحسين، في معركة الحسين، في صوت الحسين. الولد شنو كان دوره؟ اليوم احنا نمر بأطفال المفروض نسلط عليهم الضوء، لأولادنا الأطفالنا، أنه هؤلاء الأطفال مع أنهم صغار، مع أنهم لم يبلغوا الحلم، مع أن فيهم رضع، مع أن فيهم لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ، لكن هناك دروس مستفادة الأولاد عندما يمرون بها المفروض أنه يأخذون منها أيضا. يعني نلفت نظرهم إلى هذه النساء أيضا، شنو كان دورها؟ والله أكو نساء غيرت مصائر من بعض الرجال ومن بعض الذوات، وإلا أنه مثلا زهير بن القين، هذا الرجل اللي عظيم بجهاده، شوف اللي غير مصيره منه، كان خارج الكوفة حتى لا يقاتل مع عمر بن سعد ولا يقاتل مع الحسين، لكن إنه المرأة بمجرد جاء الرسول إليه من الحسين قال أنا ما خرجت إلا لأجل أنه ما ألتقي بالإمام الحسين. وإذا مرته يسمونها النوار أو غيره، يقولون مرته قالت له سبحان الله الحسين ابن رسول الله يبعث إليك ولا تأتي له، يعني روح شوفه. وإذا شوف أنه بعد دقائق راح للإمام الحسين عليه السلام، وإذا مصيره تغير كله، إجا قال هل حقي بأهلك؟ قالت له ليش؟ قال إني ملتحق بالحسين سلام. غيرت مصير كامل هذه المرأة. أم وهب، أم وهب سوت هذه المرأة؟ تشوف أنه غيرت إنسانة، المفروض هالشكل تكون، أنه هي تدفع ابنها للعقيدة، هي تدفع ابنها للتضحية، هي تدفع ابنها للشسمة، ها؟ لا، مو مثل بعض الذوات. وإذا ما لنا والدخول في شنو؟ في أمور السلاطين، هذا اللي خذ المسلم ابن عقيل، بينما لا أكو نساء لا غيرت. فإحنا هذه المجالس نحث أنفسنا ونحث أولادنا ونحث متعلقيننا، لأن فيها دروس وفيها رضا الله وفيها رضا الرسول وفيها ثواب وفيها ذخيرة وفيها إحياء للقلوب. احيوا أمرنا، أنت تقع عندما تحضر تحت هذا الدعاء العظيم من الإمام الصادق عليه السلام الذي يقول أنه احيوا أمرنا. شو يقول؟ رحم الله من أحيا أمرنا. أعطيت لك درهم، أعطيت لك دينار، حضرت بنفسك، قمت مجلس، حثيت على مجلس، ساعدت على مجلس، هذا كله عند الله سبحانه وتعالى موجود ومضاعف لك في الثواب. ممكن باكر صلاتك، صيامك، زكاتك، الحجة مالتك، أعمالك، كلها باكر ممكن تكون مهلهلة، تكون مو على ذلك النصوع، مو على ذلك البياض، أنه شوفها ممزقة بالظنون، بالكذا، بالكسل، لكن مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه شنو؟ هي تخدم لك وترفعك وتوصلك إلى مقام القبول عند الله ومقام الشفاعة تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم
أن نحث على هذه المجالس، وأن نحضر هذه المجالس، وأن نستفيد من هذه المجالس بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.